إذا متابعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. حاليا كنتواجد في منطقة كزنايا، جماعة كزنايا، واحد ما عرفتش واش نقول، شنو واش هادشي هذا عجب ولا ما عرفتش شنو هادشي هذا بالضبط. هادشي هذا غريب صراحة. احنا دابا في شهر واحد، اليوم 21 شهر واحد، ناموس الناس في هذه المنطقة هذه عندهم الناموس. هادشي هذا يقدر يجيكم غريب، شهر واحد والبرد ودرجة الحرارة كتصبح 5 6 ديال درجة الحرارة في هذه المنطقة هذه، والناس عندهم الناموس هنا. الناموس في شهر واحد، شنو هو السبب ديال الناموس هذا في شهر واحد؟ يعني اغلبيه الناس راه غايقول لك لا، تي راه كذوب، ما كاينش الناموس في شهر واحد. كاين الناموس في شهر واحد حيت هاد العمارات هادو تبنوا في واحد المنطقه اللي هنايا. هاد المنطقه الارض ديالها بحال اللي كنقولوا حنايا، كنقولوها بالشماليه الارض شرابه، يعني كنقولوا كتكون الارض مائيه، الارض كتخرج الماء. المنعشين العقاريين جاو بناو هنايا وخلاو لا كافات تحت كل عمارة. دابا كما كتلاحظ معانا، هنا عمارة وهنا عمارة وعندهم لا كاف ديالهم هنايا. هاد لا كاف راه الغرق ديالها واحد 3 4 ديال المترو، هاد 3 4 ديال المترو عامرة بالماء، وداك الماء مابقاش مزيان، داك الماء مسخ. وهاد الماء هذا هو السبب باش انه عمل هاد الشيء هذا. هاد الماء يعني ملي كيبقى تحت الارض ومغطي وكذا، كيتوسخ، كيخنز، كيعمل الرائحة كارهة، وهو اللي كيكون مصدر ديال هاد الشيء هذا. يعني انا جيت وقفت هنايا كنظن هذه واحد ساعة ديال المكانة، وناموس والناموس هاد الناموس هذا كبير، وفي شكل ماشي بحال الناموس اللي كنعرفو حنا، ناموس كبير. وغير كتوقف الناموس كيوقف لك على وجهك، على يدك، على شعرك، في اي حاجه عملتي راه تجي تجبر فيها الناموس. نعم متابعي قناه شوف تيفي، خليكم معنا نشوفوا العساس غادي يفتح لنا هاد الروكارات هادي. يعني راه جايب الدواء باش الناموس ما يتكاثرش. خليكم معنا ونشوفوا هاد القضيه هادي. الرئيس اجي افتح لنا، افتح طريق، شعل الضوء وصور، شعل الضو. تابعي قناة شوف تابعي كما كتلاحظوا معنا، يعني هذا هو هاد المنبع ديال الناموس. شوفوا شحال ديال الناموس هنايا، شوفوا هذا لاطراس ديال الدواء اللي كنرشوا دائما هنايا يوميا، كنرشوا دابا الناموس عيبان لك. شوف طالع دابا هذا دائما الدواء، خليه باش يبان له شنو كاين. هذا الناموس قرب الضو باش يشوف الضو باش يطلع الناموس كما كتلاحظوا معنا. شوفوا هادشي هذا بحال هذا باش ما يطلعش. عندنا هذا المشكل، هاد الناس هذا اللي ساكنين في المساكن راهو ما دايرين الشبكه، ولكن لا حول ولا قوه، راه الباق هو فين ميت هنا بالدواء باش كنقتلوه. الا شتو هو راه الباق ميت، هانتوما شلو بحشرات. دابا ديما كنداويو هيدا هنايا بالليل حتى كيشدو الساكنة الشراجم، وكنجيو كنداويو هاد لاكاب هذا بوحدو، راه كاين لي كافي اخرين ما كيداوش، وراه كاين الماء. لا ضويتي لتحت راه كاين الماء، ضوي تشوف راه عامر بالماء. قرب كاميرا لا عبد الرحيم، راه هو شوف شحال ديال الماء دابا. هذاك هما مخويوه شي كل 3 شهور ولا كل شهرين يطلع يوصل لهادو اللي في السفلي ولا تيغرقوا. دابا هو الكابلي ديال الضو خدام، كيخرج من هاد البومبا هادي كيمشي لها للروضة. هاد المشاكل هادي ما بغات تتحل، هاد المشاكل هادي انا مصاب عيت وقف الدواء صافي يا جماعة عليك بالدواء راه خارج اهو. دابا بالنهار ما تقدرش تفتح هنا، بالنهار راه غادي يخرج عيد لاع في الحوض. كنخليو حتى الليل وكنجيو كنضويو هنا باش كيبان له الضو كيبدا خارج، وكنبداو نرشوه بالدواء. ودابا الدواء راه تقريبا شهر ولا اكثر من شهر حنا كنعالجو باش قلع، لما هو الا كان ما كيتعالج نحلو لك شي واحد اللي ما كيتعالج راه ما تقدرش توقف هنا. متابعي قناة شتي في كيف ما كتلاحظوا معنا، هادشي هذا يعني عامر بالناموس. وهاد لاكاب تحت كبيرة، هاد لاكاب شحال يكون؟ 600 متر، ثلاثة د العمارات بلوك هذا، فارس واحد وفارس جوج وفارس ثلاثة، ثلاثة د العمارات 60 شقة.
50 عائله عايشه على هاد على هاد البير هذا. متابعينا شفتوا فيك كما كتلاحظوا معنا هاد لاكاب هادي فيها تقريبا 600 متر و كتجمع ثلاثه ديال لي بلوك فيها 60 اقامه. وهاد الماء وهاد الماء راه كيسبب لنا في الضرر في الحيوط، راه على شي درنا هاد هاد الكرافي هذا هو عملنا هذا على حساب كيضرنا الحيوط، كيحفر الحيوط عملنا هاد الكرافي هذا في هاد الحيوط باش ما يبقاش يقشر لنا الحيوط ديال العمارات. راه كما كتشوفوا معايا هنايا انت شد هاد البومبا عندك صور شي واحد الوجوه كتشوفوا هنا هاد البوراج هذا من الماء ديال لاكاف هو اللي سبب هاد البوراج هذا. راه دابا كاين العمارات اللي داروا ديك تفرضوا الناس مع بعضياتهم السكينه وداروا ديك الكرافي، كاين الناس اللي ما باقي ما توفقوش باش يعملوا ديك الكرافي، كاينه اللي كاف الليل وعندنا الحومه كامله محفوره، راه الاصلاح ما كايناش هنايا ما كيشوف فينا حد. انتم هاد المناطق الخضراء ما كاين لا كراسا لا ربيع لا زعما شي حاجه هايده اللي كتفرح. ممكن نمشيو لديك لاكاف اخر؟ ممكن نمشيو. مرحبا نمشيو. انا نمشيو نصور ديك لاكاف اخر. الا بغيتو دوزو نفوس الحومه تشوفو تصورو الحومه كامله الحفاري. اي لا هذيك كنصورها حق ديك ديك لاكاف اللي قلنا العشيوه. راه متابعي قناة شوف تيفي خليكم معنا نشوفوا لاكاف اخر اللي تهو عطي نفس المشكل. دابا هنا كل عماره كل جوج عمارات عندهم لاكاف ديالهم، وكل لاكاف كيكون فيه من 400 حتى 600 متر كامل كيكون عامر بالماء، وزيدها مجدود الماء فاش كيكون مجدود ما كتضربوا لا الشمس حتى حاجه كيخنز كيعمل واحد الريحه اللي هي خنزه، هو اللي كيكون السبب ديال هاد الناموس ديال الحشرات هادو. متابعي قناة شوف تيفي خليكم معنا شوفوا شني هادو هما لاكافات اللي كاينين في كل عمارة. هاد لاكاف هادي خواوها وداروا فيها باب، واحد الرائحة اللي هنا كريهة لواحد الدرجة كبيرة. شوفوا معنا الناموس صراحة واحد الريحة اللي هي كريهة لواحد الدرجة كبيرة. هادي يلا خويناها وهو الماء راه بدا طالع. الطريق قرب هنا ضويل قرب خشي الكاميرا في هذا ايوا باش تصور معنا. هنا السيما وديك السباطاس راه الحديد بدا كيبان في الفقاع ديال لاكاف. مشكلة عندنا هنا مهددة بالانهيار، وهذه العمارة مهددة بالانهيار. هذه إلا بقى شي على هذا الحال هذا راه هاد العمارات راه يقدروا يطيحوا، راه ساهل باش يطيحوا حيت الحديد راه هذا هو السبب ديال هاد الشيء ديال هاد الريحة هادي راه كقهرانة الدراري. هذا هو السبب ديال الرائحة الكريهة هادي الصراحة. هادشي هذا راه خطر على هاد السكينة هادو. شوفوا مستوى الماء حتى لين كيوصل ملي كتعمر هاد لاكاف هادي. هاد البومبا راه مفيكسيها فيه العام كامل باش هو بهاد النيفو هذا، راه كيوصل الماء للبومبا كتخوي هذا. لما إلا وقفوا له البومبا ثلاث أيام الماء كيخرج من هاد الباب هذا. ما كرشي
إذن متابعي قناة شوف تيفي، هذا هو لاكاف اللي يعني ما كاينش لاكاف واحد، كل عمارة تحت من لاكاف، كل لاكاف يعني عنده واحد المساحة اللي كبيرة، وهادشي دابا واحد الرائحة اللي هي كارهة لواحد الدرجة كبيرة. يعني أنا جيت وقفت هنا غير شوية ديال الوقت، ما استحملتش هادشي هذا. علم الله هاد الساكنين هادو اللي ساكنين هنا كيفاش كيستحملوا هادشي هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. المسؤولين والجامعة ما كتاخدش هادشي دابا بعين الاعتبار. نتمنى المسؤولين يتدخلوا في هادشي هذا. إذا متابعي قناة شوف تيفي، إنه وصلنا لنهاية البث المباشر، تلقوا بعد قليل البث المباشر الآخر.